الحقيقة دلوقتي ما اقدرش اقولك ان في سن اكتر عرضة. في الاول خالص قالوا كبار السن، وبعدين اللي عندهم امراض مزمنة، وبعدين وجدنا اطفال كتير اصيبت حتى في الموجة الاولى اطفال. ودلوقتي بيقال انه الكيرف او يعني المنحنى في اكتر في سن الشباب من 15 ل 35. فاذا يعني من الاخر كده واضح انه مفيش سن هو اللي فيه الاكثر أو هو الاكثر انتشارا بالمعنى ده، لكن اللي نقدر نقوله ان كلنا من الطفل للشاب للكبير الكل لابد ان يلتزم، والكل معرض، والكل يعني ممكن يجيله باعراض جامده او اعراض خفيفه. يعني ما اقدرش اقول ان في فئه هي اللي بيصيبها باعراض اكتر من فئه، لانه لقينا شباب برضو اصيبوا باعراض شديده. فعشان كده الوقايه والاحتراس هو الاهم. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. زي ما قلت لحضراتكم قبل الانترو او في الانترو، نحن هنتكلم النهارده عن كوفيد 19 او كورونا. احنا دخلنا المرحله الثالثه، يا ترى الدنيا ماشيه ازاي، الاجراءات الاحترازيه اللي لازم نعملها، هل في حاجات اكتر حاجات اقل، دور بقى وزاره الصحه. الحقيقه وزاره الصحه في المرحله الاولى شابوه، المرحله الثانيه شابوه، العالم كله كان عنده مشاكل قد كده، واحنا الحمد لله بفضل الله في يعني في التمام الحمد لله. كان في طبعا اثار وكده، لكن اقل الاثار حصلت. يعني النهارده نتكلم في المرحله الثالثه من جائحه كورونا كوفيد 19 مع ضيفتي الكريمه استاذ دكتور كريمه الشامي، استاذ دكتور بجامعه المنصوره ومستشار مكافحه العدوى. هنفهم منها كل حاجه، بس الاول بس نصبح. صباح الخير يا فندم. يسعد صباحك، اهلا بيك واهلا بالشعب المصري الجميل، كل سنه وانتم طيبين ومبروك للسفينه البنميه، اقلاع السفينه البنميه. الحمد لله بفضل الله. الحمد لله. تحية لي أبطال قناة السويس. أكيد يا فندم، تحية لكل الشعب المصري بصراحة، كل واقف الشعب المصري الجميل الرائع. طيب كورونا وكوفيد 19 ولا إجراءات، شوية فوكابلوري كده أو مفردات بنحفظها كده وبنقولها على طول، جائحة، إجراءات احترازية، السانيتايزر، اغسل إيديك، تباعد، كلام كتير الكبير ده. الكلام اللي هو فيه شوية جعلصة كده، بس إيه الحمد لله إن إحنا التزمنا بيه الفترة اللي فاتت، فالحمد لله بفضل الله يعني الدنيا ماشية كويسة. رأي حضرتك إيه في المرحلة الثالثة دلوقتي؟ أولاً إحنا ما نقدرش نقول إن إحنا في المرحلة الثالثة. ما نقدرش ان احنا نقول لحد دلوقتي ان احنا في المرحلة الثالثة، عشان احنا المرحلة الثانية بدأت في نوفمبر 2020، وكانت الذروة بتاعتها كانت في 30 ديسمبر. أي. وفي 28 يناير بدأ الانخفاض، من يناير فبراير بدا ان احنا بقى كانت في يعني في نهايه يناير كنا دخلنا بقى في الميات وحاجات زي كده. الوقت في فبراير ومارس بنتارجح من 500 ل 600. فاحنا في المعدل ده لحد مثلا 28 يناير كنا احنا في 600 وحاجه و60، امبارح كنا 689. صحيح. فالتأرجح ده سواء بالزيادة أو بالنقصان، التأرجح البسيط ده ما يقلقش. ما يقلقش خالص. اللي يخوفني إن إحنا فجأة نبص نلاقينا العلو زايد قوي قوي، لكن الخوف في الفترة اللي جاية. يعني احنا على طول بنقعد نقول كده، يعني الناس تقول كل مره تطلع تقول لنا في الفتره اللي جايه خلوا بالكم مش عارف ايه. لا، الفتره هو اللي جايه هو الفتره اللي جايه، عشان الفتره اللي جايه محسوبه ومعروفه وما هي زي الفتره اللي فاتت. يعني الفتره اللي فاتت احنا كنا في الشتاء وما كانش، وكان فيه المدارس، كانت ما فيش مدارس، ما فيش جامعات. النهارده لا، ادوار الانفلونزا الواحد كان بيقلق يجي له دور يقعد يعمل تحاليل وكورونا ومش كورونا، يا رب استر. وده على فكره بيخلي الناس تبقى عايشه في قلق وفي رعب. صحيح. هو برد ولا انفلونزا ولا زكام ولا ايه ولا ايه ولا ايه.
الفكرة كلها ان احنا الفترة اللي جاية ان شاء الله احنا داخلين كل سنة وحضرتك طيب على شهر رمضان، وشهر رمضان ده بالنسبة للشعب المصري حاجة جميلة جدا. من طباع الشعب المصري ان هو بقى فيه طقوس مخصوصة في رمضان، التسوق وان هم ينزلوا يشتروا كل حاجة، ويبقى فيه زحمة والتجمعات والعزومات والضيافة والحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها بتخلينا نقلق عشان الفيروس بينتشر في اي تجمعات، كل مكان فيه تجمعات فيه تسوق زياده فيه زحمه فيه مكان مقفول، فكل ما بيكون الفيروس بيبقى اكثر انتشارا وبيبقى سهل ان هو ان الواحد يكتسب العدوى. تمام، دي حاجه. يبقى شهر رمضان بالطقوس بتاعته بالطباعه المصريه. الحاجة التانية ان احنا في شهر الربيع او في شهر ابريل بيبقى ده بداية الربيع، وبيبقى فيه تغير موسمي. صحيح. تغير موسمي يعني ايه؟ يعني الفيروس هنا بينشط في الظروف ديت، بيبقى فيه هواء، بيبقى فيه تغيير فصول، فالفيروس هنا بينشط. دي حاجة. الحاجة التانية كمان ان احنا المدارس والجامعات دخلت كل سنة وحضرتك طيب، فده كله بيبقى ايه؟ الحاجة بقى اللي اخطر من الكلام ده ان الناس بدأ يحسوا ان الدنيا امان والوضع بيس، فما فيش بقى فيه الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية. الكلام اللي احنا بنقول ان احنا عاوزين نترجمه برضو بطريقة بسيطة خالص، يعني ايه اجراءات وقائية والاحترازية؟ يعني انا لو ركزت على ثلاث حاجات مهمة يبقى انا بسلم وبسلم بقيه الاسره وبقيه الاصحاب وهكذا. بمنتهى البساطه ان انا البس الكمامه في الوقت المناسب وفي الظروف المناسبه وبالطريقه المناسبه. يعني ايه؟ يعني البس الكمامه في المكان الزحمه، انا راحه في مكان زحمه هلبس الكمامه، راحه في مكان مقفول هلبس الكمامه، في مكان مزدحم هلبس الكمامة، في سيء التهوية هلبس الكمامة. لكن وانا ماشية في الشارع انا مش مطلوب مني ان انا البسها طالما ماشية في الهواء، انا سايقة عربيتي والوحدي مش مطلوب مني ان انا البسها. انا هلبسها لما يكون في احتمالية ان انا اشم نفس حد تاني. صحيح. الخوف من النفس. الفيروس ده فيروس جهاز تنفسي. يعني ايه؟ يعني بيدخل عن طريق الانف او الفم او العينين، هو كده. فمعنى كده ان انا لو انا حميت المنطقة ديت يبقى انا بأمن نفسي. في فيروسات لها تخصصات، الفيروس مثلا بي وسي بيدخل على الكبد على طول وما بيبقاش محتاج جهاز تنفسي ولا كلام من ده. فانا هنا لو انا حميت المنطقة ديت تجنبت ان انا المس الانف او الفم او عيني بايديا، ها، وإيدي دي ما تكونش مغسولة أو متطهرة بالسبرتو، يبقى معنى كده إن أنا بأمن نفسي. يبقى أنا المطلوب مني إن أنا ألبس الماسك بالطريقة الصح، ما حطوش كده ولا نزله كده أو أحطه كده. لما أنا بحطه كده هو أنا بدفي بقي ولا بعمل صحيح. إيه؟ فأنا مطلوب مني إن أنا أحطه يبقى هنا محكم على الأنف والفم ومربوط بالطريقة كويسة، ما يبقاش سايب وما يبقاش مهوي. يبقى أنا بحمي نفسي، يبقى حماية أمان مش حماية زائفة. تمام؟ تمام. الحاجة التانية، الحاجة بعد إذن حضرتك هنوجه كلامنا لأهالينا في القرى والمراكز والنجوع، نبسط لهم الأمور شوية عشان هم حضرتك في الغيط ما عندكش أي مشكلة، ما تلبسش في الغيط في أي مكان وانت ماشي في بتتمشى قاعد قدام بيتك قاعد مع أصحابك حتى قدام بيتك، بس كل واحد بعيد عن التاني وفي هوا مفتوح مفيش مشكلة خالص، عشان بس ما نقزمش الأمور. عشان أنا بشوف إن بيبقى فيه مثلا فيه بيتعامل المراسلين بيعملوا حديث مع الناس وهم مثلا بتوع قناة السويس ده بيشتغلوا في البحر في الهواء، يعني الهواء ده يعمل إيه؟ ولابسين ماسكات. لبس الماسك لما يكون في مكان مغلق وأنا احتمالية إن أنا أشم نفس حد تاني هو ده المهم. لكن انا في الغيط انا ماشي بسرح بعمل بشتغل مفيش مشكله خالص.
انا اامن نفسي ان انا ما احطش ايديا. مهم قوي قوي ان انا ما افضلش بقى اي مكان بيبقى يعني بيتلمس كتير، ده الاسطح زي الاسطح دي، اوكر الباب، الاسانسير، الفلوس، الحاجات اللي بتتمسك على طول، الموبايل دي طالما اتمسكت باكتر من ايد يبقى معنى كده ان انا ايدي ديت بقت هنا ممكن تكون وسيله لانتقال الفيروس. اعتبرها ان فيها فيروس خالص. بالظبط. يعني اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان ان انا اقول احمي نفسي؟ يفضل ان انا ما المس وشي بقدر الامكان، ابقى حريصه وبفكر نفسي كل شويه ما احطش ايدي على وشي. ما احطش ايدي على وشي خالص. هو انا ليه ان انا كل شويه احط ايدي على وشي؟ احنا متعودين هتلاقي اللي بيعمل كده اللي بيعمل كده يعني ما انا عاوز اقول لحضرتك ان انا احط في اعتباري ان انا لو جيت لعبت في مناخير، دعكت في عيني او كده احتماليه الاصابه. طب انا ليه ان انا اعرض نفسي للخطر؟ كل مكان راحه فيه وفي اتاحه ان انا اغسل ايديا اغسل ايديا، يبقى اغسل ايديا بقدر الامكان كل شويه لو فيه ميه متاحه. ما فيش يبقى معايا شويه سبرتو كده هو على طول وبدعك ايديا. هو الفيروس فيروس عبيط خالص وضعيف طول ما هو بره، ما فيش منه مشكله. طول ما هو بره جسم الانسان ملهوش اي تاثير خالص. الخوف كله ان هو مجرد ما بيدخل جوه جسم الانسان بيتوحش وبيبقى مفترس. فانا عشان ان انا ما دخلهوش جوه جسمي يبقى معنى كده ان انا الميه والصابون ابسط الامور. صحيح. بيموت الفيروس. اصل الفيروس عباره عن ايه؟ في عليه غشاء دهني، الغشاء الدهني ده بيموت بالكيميكالز بتاعه الصابون. صحيح. او السبرتو. صحيح. الموضوع بسيط خالص. الحاجه المهمه قوي قوي ان انا ما فيش داعي ان انا اقعد مع الناس كتير بدون داعي. يعني اصحابي مش لازم ان انا اقعد وياهم في مكان مقفول، عاوز اقعد وياهم في مكان مفتوح اقعد وياهم في النادي زي ما انت عاوز، اقعد وياهم بره في اي مكان زي ما انت عاوز، بس نكون بعيد عن بعض، ما نبقاش برضو قاعدين بنوشوش بعض وبنكلم بعض ونفسنا في نفس بعض ونقول ان احنا في مكان مفتوح. الفكره كلها ان انا مش عاوزه نفسي يختلط بنفس حد تاني. اقعد في مكان مفتوح زي ما انت عاوز، لكن مفيش داعي بقى ان احنا نستقبل بقى ضيوف كتير في البيت. كل ما بستقبل ضيوف في البيت وخصوصا في رمضان وعزومات رمضان كل ما بيبقى فيه فرصه للتحمل. صحيح. الفيروسي. يعني ايه التحمل الفيروسي؟ يعني الشخص ده عنده هو حامل للفيروس، كارير، ممكن يجي يقول خدت منه شويه. خدت منه شويه، واخد من ده واخد من ده واخد من ده واخد من ده. عشان كده احنا بنقول ان الحاله بتاعه الشخص بتبقى امتى بتكون بسيطه وامتى بتكون حسب تعرضه بقى حسب كميه الفيروس اللي هو خد قد ايه ومناعته قد ايه، والفيروس ده نوع ايه، هو شرس ولا ضعيف ولا ايه ولا ايه. ما هو بيبقى فيه الفيروس واحد لكن قوة احداث المشاكل جوه جسم الانسان بتختلف من شخص لشخص. تمام. الكمية والمناعة بتاعت البني ادم. بالظبط بالظبط. والوقت وقت تعرضه عامل الوقت مهم جدا جدا. انا لما اقعد مع حد مثلا في اجتماع ربع ساعة غير لما اقعد نص ساعة غير لما اقعد ساعة، كل ما زادت المدة كل ما بقيت اكثر عرضة. تمام. ان انا برضو باخد فيروس اكتر او احتمالية ان انا اخد فيروس اكتر. طب دكتور، يعني بعض الناس قالت اكيد يعني احنا داخلين في الصيف يعني الشمس هيبقى ليها دور، الله اعلم ليها دور ولا لا، بس انا استشهد بحاجة. هنتفرج على القنوات اللي هي علاقة بالحيوانات وكده، بنشوف ان اكل الجيف النسور لما بياكلوا الجيف مليانه بقى بكتيريا وفيروسز وكل اللي حضرتك عايزه تقوليه. تمام. بيقفوا الشمس فاتحين جناحاتهم كده لمده ساعات عشان يتطهروا بالفطره، فهل الشمس ليها علاقه بانها ممكن تعمل حاجه للفيروس؟ هو احنا بنقول ان الفيروس ده محاط بغشاء دهني، فهو علميا مفيش ابحاث قالت الكلام ده. واحنا عشان ان احنا نقول الكلام ده يبقى في ايفيدنس بيزد، يعني فيه نتيجه ابحاث. صحيح. وابحاث من اماكن محترمه، لكن لسه مفيش. لكن بما ان احنا بنقول بس توقعات ان الفيروس بيبقى محاط بغشاء دهني، والغشاء الدهني احنا بنقول ان هو بالصابون وبالميه، ما احنا برضو بنطلع الهدوم بتاعتنا والبطاطين والحاجات في الشمس عشان ان هي تتطهر. فالفيروس ممكن ان هو بيبقى اقل حده اقل اصابه، ان هو بيبقى ضعيف اقل لما بيتعرض للشمس. دي نقطه. النقطه الثانيه ان الصيف
يعني ما فيش تجمعات، يعني ما فيش زحمه، يعني ما فيش ان احنا بنقفل على نفسنا. في الشتاء لما احنا بنقفل على نفسنا وكله فكله بياخد نفس التاني، لكن كل ما بيكون الشمس، عشان كده احنا بنقول ان الفيروس في الصيف يعني ضعيف جدا وملهوش وجود، واحنا بنراهن ان شاء الله في الصيف اللي جاي تبقى الدنيا اكثر امانا ان شاء الله باذن الله. طيب انا عايز اروح مع حضرتك في جهود وزاره الصحه من اول المرحله الاولى. العالم كله كان عنده مشاكل، طبعا بفضل طبعاً الله احنا قدرنا ان احنا يعني نتخطى هذه المرحله. المرحله الثانيه برضو حصل فيها نفس القصه فالحمد لله. والمرحله الثالثه احنا زي ما قلت لسه مش عارفين، لكن برضو بالزبط احنا ماشيين باجراءات معينه والحمد لله بفضل الله ربنا ساترها معانا. بالظبط. بص حضرتك، يعني انا بحترم جدا جدا بمنتهى الامانه وزاره الصحه المصريه، ان هي كان ليها الخطوات الاستباقيه في تطبيق الاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي خدتها من منظمه الصحه العالميه. كنا احنا لسه في الاول خالص، وانا واحده من الناس اللي كنت لسه في شهر يناير وفبراير كنت بعمل ندوات عن الكورونا فيروس وكنت بقدم في التلفزيون. يعني احنا من الاول خالص هو الكورونا فيروس ظهر في ووهان في 30 ديسمبر 2019. احنا في يناير على طول بدانا ان احنا نشتغل وبدانا ان احنا نعمل وعي مجتمعي وبدانا ان احنا نطبق الاجراءات الوقائيه والاحترازيه في المداخل بتاعتنا كلها سواء كان طيران او بحري او بري. فمعنى كده ان احنا لينا الاسبقيه. يعني بدانا ان احنا نطبقها، كان لينا السبق. دي نمره واحد. الحاجة التانية ان احنا عندنا حاجات بتأهلنا ان يعني نتغلب على المشكلة وعلى الجائحة. احنا عندنا مستشفيات صدر ومستشفيات حميات في كل محافظة بيبقى في اكتر من مستشفى واتنين. صحيح. يعني مثلا في محافظة الجيزة رغم في كذا مستشفى الـ يعني البديات والامكانيات، لكن برضو يعني احنا بالظبط رغم المشاكل الصحية اللي عندنا، بس احنا واخدين على شغل الوبائيات. احنا وزارة الصحة المصرية شغالة حلو قوي قوي في الدور الوقائي بمنتهى الامانة، وخصوصا بقى بالنسبة للاطفال والحاجات دي والتطعيمات. فاحنا عندنا في المستشفيات بتاعتنا مستشفيات حميات ومستشفيات صدر، وديت اللي هي ساعدتنا اكتر ان الناس بدل ما هم مش لاقيين مستشفيات، لا عندنا مستشفيات اهي. بدانا ان احنا نفتح. بس برضو للناس ان ما بنقولش الحياه وردي وعندنا كل حاجه حلوه. لا احنا عندنا بنقول العوامل اللي ساعدت. احنا بنقول العوامل اللي ساعدت. الحاجه الثانيه المهمه قوي قوي ان ربنا يبارك فيه الرئيس لما عمل مبادرة 100 مليون صحة. صحيح. والقضاء على الأمراض المزمنة، القضاء على الأمراض المزمنة أو التعامل مع أو التحكم في الأمراض المزمنة اللي هي الضغط والسكر والسمنة والقلب والحاجات دي كان لها عامل مهم قوي قوي. ما أنت عندك إن الناس الهاي ريسك جروب اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة اللي هم أكثر عرضة إن هم ياخدوا، فكون إن أنا بتعامل وياهم وبخليهم أندر كنترول او ان النسب بتاعتهم مظبوطه وان يبقى في تحكم في الامراض المزمنه، ده كان ليه عامل المساعده كويس قوي قوي. قلل نسبه الوفيات. ما هي نسبه الوفيات بتزيد امتى؟ لما بيكون عندنا ناس عندهم امراض مزمنه وما هياش متحكم فيها، يعني سكر مثلا في السماء وما هوش متظبط، ويجيله ضغط قلب والجهاز التنفسي والسدة الهوائية والناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي. صحيح. فالناس دولت كانوا في المبادرة بيتعمل عليهم تشيك وببلاش والعلاج ببلاش، فده كان عامل مساعد. طبعا. الحاجة التانية المهمة قوي قوي ان احنا بدأنا مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد اللي هو طبعا اللي احنا بدأنا فيه ان احنا شغالين فيه بايدينا واسناننا وليه اثر كبير جدا جدا. النهاردة حضرتك بتشوف الوحدة الصحية اللي كان ملهاش اي دور في اي حاجة خالص، تعالى شوفها افخم من افخم مستشفى حاليا. صحيح. وبتقدم خدمات رائعة ازاي. فاحنا وفيها دكاترة تشرح القلب بصراحة، بص التحول والتحول الرقمي اللي احنا شغالين فيه. فاحنا شغالين في الملف الصحي الصراحة بايدينا واسناننا، وهو ده ساعد كويس او الحاجة المهمة اكتر من كده
ان احنا عندنا الفريق الصحي بتاعنا سواء كان اطباء او تمريض او اسعاف او العاملين كمان كلهم من اسعاف، فنيين، اشعه، معامل، اي حد من دول كان ليهم اثر كبير في ان المنظومه الصحيه تبقى كويسه جدا. الدكاتره بتوعنا بيقاتلوا والله العظيم بيقاتلوا، التمريض بيقعدوا ليل ونهار، ما يعني في ناس ما بتروحش. اشير للاسعاف، الناس دي الاسعاف الفنيين، كل الفريق الصحي صحيح. كل الفريق الصحي شابوه ليهم الصراحه. طب دكتور، يعني عشان بس الفقره بتجري مني وانا ما اقدرش اغفل حاجه مهمه جدا. اتفضل. احنا كان عندنا بطوله عالم للهاندبول، وعملنا وزاره الصحه عملت الفقاعه الطبيه واجرتها بمنتهى الاريحيه والبروفيشناليزم والاحترافيه اللي ممكنه، لدرجه ان خلينا يعني استعمل الكلمه كوكب اليابان بنفسه. أيوة. جه عشان خاطر يعمل بروتوكول معانا عشان خاطر ياخد التجربه دي يطبقها في اولمبياد طوكيو في الفتره القادمه. راي حضرتك ايه؟ شوف حضرتك، الشعب المصري لو اراد ما فيش اي حاجه بتقف قدامه. احنا عندنا تحدي لكل حاجة، احنا حاسين ان احنا فتنا كتير قوي، وحتة المصرية بتاعتنا بدأت انها يعني تتأثر شوية، فاحنا شايفين الرئيس بتاعنا بياخدوا خطوات يعني سباقة بالهبل، فكل واحد مننا بيشتغل على اقصى ما يستطيع. ودليل على كده مش بس الهاندبول، حضرتك شوف السفينة اللي كانت جائحة وقعد، احنا خلصنا الموضوع ده في ايه، في 6 ايام. العالم كله كان بيقول ايه، اسابيع وشهر وكذا شهر، احنا في 6 ايام. عارف حضرتك زي اكتوبر 6 ساعات. احنا الشعب المصري العظيم اذا اراد فعل، ولو هو لقى تشجيع من الإرادة السياسية ودعم حقيقي من الإرادة السياسية بينطلق وما بيبقى فرعون. أكيد. دكتور بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتيني، وأكيد لنا لقاءات تانية نتكلم فيها أكتر من كده. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام، هنطلع فاصل سريع ونستقبل ضيفتي الكريمة، بعد كده هنتكلم عن العلاج بالألوان مع دكتور وفاء ياديس والفنانة التشكيلية. يلا بينا. انا عندي احلام كتيره جوه نفسي احققها كلها. انا احس ان نفسي مواطن من البلد دي. السلام عليكم. حياه فيها نوع من الكرم، فيها روح من العزه،